ولد مع ثورة يوليو، تخرج في الكلية الحربية وكان أحد ضباط حرب أكتوبر، وشارك في تحرير مدينة القنطرة شرق. درس القانون في كلية الحقوق والفلسفة في كلية الآداب. من أبرز كتاباته مصر على كف عفريت. مصر على كف عفريت دلوقتي ولا زمان؟ هنعرف طبعا. مين اللي أنا عمال أقرأ عنه ده؟ هو الراحل الله يرحمه ويحسن إليه الكاتب الكبير جلال عامر. كاتب كبير جلال عامر، رحلته الصحفية والكتابة عرفت من ضيفي دلوقتي إن هو مش كبيرة، يعني قال لي إن هو تقريبا 7 8 سنين فقط، ولكن عمل علامة كبيرة في مجال الصحافة وفي مجال الفكر ومجال إن هو ينقد الأحداث اللي بتحصل بشكل مختلف عن الآخرين. وزي ما أنا قلت في فقرة الصحافة من شوية إن هو جريدة المصري اليوم كانت عاملة حداد على فقدان الكاتب والمفكر الكبير والصحفي جلال عامر. معايا الأستاذ محمد عبد اللطيف، رئيس قسم الكاريكاتير باليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد. أنت علاقتك بالأستاذ جلال عامر الله يرحمه كانت مدتها قد إيه؟ أنا اتعرفت على المرحوم الأستاذ جلال عامر في جريدة البديل، وكان اختياره للكتابة لجريدة البديل اللي كانت بتصدر بشكل يومي وتوقفت بعدها بسنتين، يعني 2009، كان اختاره المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد إسحاق سعيد اللي هو كان رئيس التحرير، واللي هو كان في نفس التوقيت اختارني برضه ان انا ابقى رئيس قسم الكاريكاتير في اليوم السابع. نعم. لكن المرحوم جلال عامر لم يكن قاهريا، وانا ايضا لست قاهريا، لكن بحكم ان انا رئيس قسم الكاريكاتير كنت ساعتها في البديل، فكان لابد من الاقامه الكامله في القاهره. اما الاستاذ جلال عامر رحمه الله عليه كان من ابناء اسكندريه، وكان كاتب لعمود فقط، وبالتالي كان بيقدر يبعت شغله يوميا للجريده بالفاكس، فما كنتش اعرفه شكلا خالص، لكن هو ترك علامه استفهام كبيره لدى كل الناس اللي شغالين في الجريده منهم انا، فين جلال عامر؟ يعني من افضل الكتابات واكثرهم سخريه ونقدا للاوضاع في توقيت ما كانش حد يقدر يفتح بقه بالكلمه في مصر سوى قله قليله، يعني كان منهم جلال عامر. هو ده اللي كان بيميزه، ولا في حاجه تانية كان بتميزه؟ حتى يا ريت تقول لي حاجه شخصيه، حاجه علاقه. لا انا هقول علاقتي الشخصيه ان انا قابلت الراجل اول مره في حياتي في طرقه من طرقات جريده البديل، معاه مجموعه جنيهات ورق كتير كتير، يعني مثلا نقول 300 400 جنيه ورق، تمام، وماسكهم بايديه الاثنين كلهم جنيهات وماشي بيهم مش عارف يعمل لهم ايه. فانا قلت له تعالى يا حاج في ايه؟ هو طبعا راجل شعره ابيض، فانا اعتقدت انه حد ممكن له شكوى له مظلمه وجاي الجورنال، فبساله قال لي لا ده انا معاكم هنا. قلت له مين؟ قال انا جلال عامر. قلت له طب ايه حكايه الفلوس اللي طبعا انا يعني ساعه ما شفته ذهلت ان ده جلال عامر، حد متواضع جدا، حد بيتحدث يعني بالقطاره، كلامه مش كتير، لا يبدو على وجهه انه مرح ولا انه فرحان، عكس كتاباته خالص. كتاباته اللي كانت تثير البهجه في قلوب كل المصريين والضحك الكثير لم يكن جلال عامر في ملمحه كذلك، كان جواه حزن عميق. فقلت له ايه الفلوس دي انت بتعمل فيها كده؟ قال لي انا لسه قابض دلوقتي الست بتاعت الخزنه، ادتني كل الفكه اللي موجوده في الخزنه لان انا اخر واحد قابض، فلمت لي الفكه كلها. وبعدين فجاه لقيته قام بص قال لي اوعى تكون قريبها اصلها كشريه قوي، اوعى تقول لها، والنبي يا راجل ما تقول لها. بهذه الطريقه كانت اول معرفتي بالفنان بالفنان طبعا والكاتب العظيم جلال عامر. هو طبعا ساعتها قال لي ان بيستوقفني كاريكاتيرك وانا بحبه جدا وبضحك عليه جدا. طبعا انا بطبيعتي انا كمان ساخر وهو ساخر، فيبقى يعني المفروض في تنافس وكده، بس لقيته بروحه الجميله جدا بيشيد قوي بالكاريكاتير اللي انا بعمله، وبقول انه بيضحكني جدا. واصبحت من اللحظه دي في علاقه حب شديده جدا بينه وجلال عامر، لم تنقطع لحظه، لانه بعدها على طول راح الدستور. نعم. ثم من الدستور راح المصر اليوم،
وظل يكتب بها الى ان توفاه الله. هو عايز اقول لك انه ما قعدش في القاهره، كان يعني عاشق شديد جدا للاسكندريه، فكان بيبعت مقالاته دايما وكانت المقالات تنزل، لكن هو كان داري بالمعنى الاصيل للكلام. من ضمن الكتابات بتاعته بدات مصر بحفظ الموتى وانتهت بحفظ الاناشيد، لان كل مسؤول بيتولى منصبه يقسم انه سوف يسهر على راحه الشعب دون ان يحدد اين سيسهر وللساعه كام. ففي مصر لا يمشي الحاكم بامر الدستور وانما بامر الدكتور، ولم يعد احد في مصر يستحق ان نحمله على اكتافنا الا انبوبه البوتاجاز. فهل مصر في يد امينه ام في اصبع امريكا ام على كف عفريت؟ جلال عامر طريقه كتابته يعني ممكن تتلحن؟ انا بتكلم بجد، يعني هي يعني ممكن تتلحن؟ ممكن تقول انها موزونه. موزونه جدا. يعني وفي نفس الوقت الكلمه رايحه من غير لف ودوران. هكذا تكلم المصريون دائما. كان جلال عامر مصري حتى النخاع، ولم يترك ابدا عشته وسط الناس البسطة لفتره طويله جدا من الزمن في اسكندريه، وهو من بحري، من انفوشي والسياله وراس التين، دي منطقه بحري، المنطقه العريقه في اسكندريه. لم ينفصل عن الناس لحظه. اللي ناس كتيره ما تعرفوش انه ترشح اكتر من مره لمجلس الشعب، وكانوا بيسقطوه لدرجة ان اخر مرة انا فاكر وكنا في البديل وقتها لما رشح نفسه في مجلس الشعب، كان الدائرة خليت بوفاة حد او كده، فهو رشح نفسه ثم لم يمكنوه هو نفسه وهو مرشح انه يدي صوته لنفسه. تمام. وكانت مفارقة جميلة، قاعد يكتب عنها في البديل فترة طويلة حوالين ان هو ما خدش صوت نفسه. يعني هو سقط انه كمان ما خدش صوت نفسه. طبعا هو منع. فهو انا عايز اقول لك انه مدى ارتباطه بالانسان المصري وبفهم الانسان المصري اللي هو دايما بيطلع كل حاجه موزونه بالمناسبه. حتى في الامثله الشعبيه المصريه هتلاقي الامثله كلها يقول لك طمعان جبنا له بيت فلسان جسكله فيه. هكذا كان يكتب الراحل جلال عامر. كلام المصريين الموزون اللي فيه عمق جديد، اللي فيه حكمه شديده، اللي فيه سخريه. سخريه المصريين، احنا بنسخر من نفسنا. وبنقعد نضحك على نفسنا. كثير من السياسيين والليبراليين في اسكندريه طلبوا انه يبقى في شارع باسمه. حضرتك عندك فكره عن الموضوع ده؟ طبعا. قد ايه هو كان بيحب اسكندريه؟ لا، ده كان عشقه اسكندريه. يعني انا سمعته اكتر من مره يتغزل في اسكندريه، والحقيقه هو معاه كل الحق، كلنا بنتغزل في اسكندريه، حتى اللي مش من اسكندريه بيحب اسكندريه، لان اسكندريه في حد ذاتها ملهمه. عبقريه المكان وعبقريه الزمان وعبقريه البشر. جلال عامر كان جزء من المجتمع السكندري الاصيل، ولاد البلد. انا فاكر في اخر مكالمه له معايا في التليفون، فبقول له ان انا كنت في اسكندريه عند اختي ويعني ما عرفتش اجي لك وبتاع، فكان عاتب جدا عليا اني ازاي يعني انت تبقى موجود في اسكندريه وما تعديش عليا، احنا نعرفه نضيفوك. الكلمه دي يعني انا مش ناسيها ولسه بتضرب. قال لي ايه جرى يا محمد، احنا نعرفه نضيفوك. لسه في ودني لغايه دلوقتي، وكان في انتظار الاسبوع اللي فات اللي هو توفاه الله فيه ان انا اروح اسكندريه واقعد اسهر مع جلال عامر، وكنت استمتع بالوقت، لكن للاسف الموت غيبه كما غيب حتى الاحياء في مصر حاليا. الاطباء اللي هم كانوا قريبين منه وكانوا بيكشفوا عليه حتى في يوم وفاته قالوا ان هو كان راجع من الشارع في اسكندريه، وكان شاهد مشكله حصلت ما بين فريقين من المصريين، فريق بيقول كذا وفريق تاني بيقول كذا، ايا كان الكذا دي، اضرب ما اضرب، اعتصم ما اعتصمش. فبيقولوا ان هو شاف المنظر ده والاتنين بيضربوا في بعض، حصل اشتباك ما بينهم وبين بعض، رجع البيت متأزم نفسيا متأزم قلبيا وتوفى. هل ده بسبب ان هو
قد كده بإمكان يعني كان متضايق ان المصريين بيضربوا في بعض. هذا هو قلب جلال عامر الذي لم يتحمل ابدا في يوم من الايام لا الوقت ولا قبل كده ان يتفرق المصريين. المصريون مع بعضهم وعلاقتهم مع بعض هي فعلا الخط الاحمر. اكثر ما يؤلم كل من ينشغل بالراي العام في مصر او ينشغل بالعمل العام في مصر ان الشعب المصري نفسه يبقى فيه بينه وبين بعض واقيع. وان شاء الله مش هتحصل، يعني انا اعتقادي مش هتحصل. لكن قلب جلال عامر الكبير العظيم اللي حامل هموم مصر كلها لم يتحمل لحظه ان اختلف فيها فريقين في نفس المكان حوالين مؤيد ومعارض. انا عارف انه كان من المعارضين واعرف اتجاهاته كويس، ولكنه لم يتحمل ان يكون هناك مش خلاف، ان يكون هناك شبه اقتتال، او وده اللي الم، ده اللي خلى قلبه اتاثر جدا. هو قلبه كان تعبان ومهموم جدا لانه كمان بيشرب سجاير كليوباترا زي حالاتي يعني. فالسجاير كليوباترا دي تاثيرها كان دايما مديني سجاره يقول لي خد دخن اشرز او ولع اشرز، وكان بيعشق السيجاره دي. المهم يعني هو الراجل قلبه لم يتحمل، هو كان مريض اصلا، لم يتحمل خلاف المصريين بعضهم البعض. واللي انا عرفته من احد الاصدقاء اللي كان حاضر وطلبني فورا وقال لي جلال عامر وقع في قلب المظاهره، مش راح البيت ولا لا لا، وقع فورا يعني واتأذى جدا. وقال المصريين كان موجود جوه المظاهره، موجود جوه المظاهره. ولما حصل اقتتال بين فريقين كان مشارك، وفي صور له موجودة كمان يعني. طبعا موجودة على بعد لأنه هو كان دايما يمشي لوحده وما بيحبش يعني حواليه هالة أو أضواء أو الكلام ده، ماشي لوحده كده تحس دايما أنه حد عادي جدا. لم ألحظ في فترة من الفترات أنه نجم وأنه كاتب كبير وأنه ما يشار له بالبنان في أجهزة الإعلام جلال عامر. فكل مرة كنت أحس أنه أبسط مما يتخيل أي إنسان. أنا شايفه في المظاهرة في صورة من الصور وهو ماشي لوحده، ما فيش حد حتى حواليه، وعلى الرصيف فوق وعلى جنب خالص. وعندما رأى المشهد اشتباكات اللي حصلت المشهد انه تكاد تكون شيء، وما حصلش اشتباكات الحقيقة، تكاد تكون في اشتباكات، في تناحر وممكن توصل اشتباك. الرجل وقع، قلبه العظيم الكبير ده ضاق بما يحدث، وقع وجات له الأزمة القلبية، ثم نقلوه لأحد مستشفيات اسكندرية. يقال مش يقال، هو كتب كثير من الآراء بتاعته في أنه كان خايف في الفترات الأخيرة أو السنوات الأخيرة من منطقة الخليج. بمعنى إيه هو اللي أنا بقوله ده؟ يعني أنه كان بيقول أنه الإسرائيليين عايزين الأرض، إنما الخليجة عايزين الفكر او العقل، الهويه المصري، الهويه المصريه، الهويه المصريه. حضرتك اتناقشت معاه في حاجه في الموضوع ده قبل كده؟ لا، هو من غير ما نتناقش هو تقريبا فهم كل من يحب مصر واحد. هو كان يعني بيشير الى انه مثلا جامعه الدول العربيه ايام السيد عمرو موسى كان مسيطرين الخليج في القرارات اكتر، او يعني اكتر من دور مصر. دور مصر اقل كتير في الفترات الاخيره او السنوات الاخيره، وكان راي الخليجه اكتر من الراي المصري. طب انا هقول انا رايي وانا متاكد ان هو راي جلال عامر، لان طبعا اتكلمنا وتقريبا احنا ما بنختلفش حوالين حاجات كتير قوي. اولا هو اسرائيل هي العدو الاصلي، وهو يعني بالنسبه لنا هو حجر الزاويه في العداء للمشروع العربي كله، ولكنه يستخدم اسلحه ممكن تبقى أنظمة أخرى، أماكن جغرافية أخرى، لكن دايما وهو بيستخدم ده بيبقى مستهدف مصر. يعني هو بيستخدم ده فيبقى الغرض منه مصر. فكان مطلوب أن مصر، لأن مصر طبعا هي أكبر الدول من حيث الكثافة والثقافة والحضارة والريادة، يعني فعلا ده حقيقة، هو ده وزن مصر حقيقي. للأسف حكامنا ما كانوش يعرفوه كويس، لكن المصريين كلهم عارفين حجم مصر. فكانت إسرائيل تلجأ لأنظمة في أماكن تانية بحيث أنها تسلب المصريين هويتهم وثقافتهم وريادتهم. فكانت نقطة الضعف دايما كانت الحقيقة في مناطق الخليج اللي هي كانت جاذبة للعمالة المصرية بحكم أن فيها البترول، وأن المصريين بيروحوا
يشتغلوا هناك. فكان اللي يروح هناك لابد من تغيير الهوية بمعنى الثقافة، فيجي لنا ثقافة مختلفة خالص عن ثقافة المصريين اللي يعرفوها طول فترة الخمسينات والستينات وما قبلها. فتيجي بشكل تاني اللي هو كان دايما يوصفه جلال عامر ان الجلابية حتى مش بتاعتنا، لان احنا لنا جلابية، لا كانت تبقى الجلابية الخليجي البيضة مش عارف ايه القصيرة مش عارف الدقن النقاب، كل دي مش الحضارة المصرية، وايضا مش الحضارة الاسلامية يعني. عايز اقول لك بالمناسبة ولا هي الحضارة الاسلامية، ولكن هو كان المفروض او كان مطلوب طمس الهويه المصريه. فكانت اسرائيل بتعملها عبر انظمه، مش شعوب طبعا، انظمه في الخليج، وهو ده الخطر، وما زال من وجهه نظري ما زال هو هذا الخطر الاعظم. لان اسرائيل تنفذ ما تريد واجندتها عبر انظمه خارجيه الحقيقه بتساعدها كتير في طمس الهويه والثقافه المصريه. هو يعني كان قصده انه يبقى يعني قصده انه الاثنين على مصر. طبعا طبعا مصر اكبر واهم دوله عربيه. مش عشان انا مصر فمنحاز لمصر. هل المنطق ده او الكلام ده ب ب ب ب نتيجته يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله والراحل جلال عامر بيقول رايه في ده، هل ده نتيجته في الاخر نتيجه انتخابات مجلس الشعب الاخيره؟ لا خلاص يعني علينا ان احنا نفرق. انتخابات مجلس يعني دي مش نتيجه لما حدث. وانا اعتقادي ان حتى من نجح في انتخابات مجلس الشعب هو بالاساس مصري. وحتى ان كان لابس يعني حاجه ثانيه غير لبسنا وبيتكلم كلام غير كلامنا، لكن هيضطر بفعل الانسان المصري في الشارع المصري ان يكون مصريا في ثقافته في كل حاجه. يعني حتى الاصوات اللي علت حوالين مش عارف ايه والدين إيه، يعني بدات هذه النغمه تخفت وبدا ينصاع لاراده الشعب المصري في انها بالفعل دوله مدنيه متقدمه محترمه تحترم كل الاديان وتتعامل مع الجميع على اعتبار انه مصري. انا رايي ان في حاله من الانصياع العام، لان الانصياع العام للفهم المصري اقوى كتير جدا من اي ثقافه جايه تغزونا. او المصريين عندهم قدرة على ابتلاع أي ثقافة وتغييرها وجعلها ثقافة مصرية. إذن ستنتصر الإرادة المصرية والثقافة المصرية والهوية المصرية لتفرض هي نفسها بعد كده على كل الأقطار العربية وتقودها نحو التقدم والنور مش نحو التخلف والرجعية. أستاذ محمد اللي حضرتك بتقوله ده أنا يعني إلى حد كبير جدا مقتنع بيه 100%، ولكن المنطق اللي هو بيتقال انه مصر عمرها ما تغير هويتها ومصر عمرها، الكلام ده كان ايام الاستعمار، انه الاستعمار كان جاي لنا من بره واللي كان بيحاول يغير هويتنا مش مصري، انما المره دي مصري. يعني ما تفرقش كتير. هو لا تفرق كتير قوي. يعني خلينا اقول وجهه نظري. يعني تفرق ان احنا طول عمرنا بيقول لك احنا 7000 سنه عمر ما حد غير. ما تفرقش معاك، بس انا اقول لك تفرق معايا انا في ايه، وهي بالتاكيد تفرق معاك. ان اولا ممكن قوي ايه المانع ان يبقى في مصري؟ ما حسن مبارك اللي بتحكم حاليا مصري، وجمال مبارك مصري، واحمد عز مصري. هنا انت ما تقدرش تقول ان كل المصريين مجتمعين على انهم بيقاوموا ثقافه او في واحد، لا في مصريين بيقدموا خدمات للاخرين بانهم يجيبوا ثقافتهم ويفسدوا البلاد والعباد والصحه والتعليم و و و وده مصري. ومن قام بثوره 25 يناير وغير كل ده مصري. صح. وبالتالي انتصرت إرادة الثوار، لم تنتصر الثورة بعد. انتصرت إرادة الثوار في إن من كان على رأس النظام حاليا كلهم بيحاكموا، وإن الكلمة ما زالت الآن في التحرير وفي كل ميادين مصر، وهي القوى الفاعلة الآن في مصر بشبابها. هنا تقدر تقول إيه؟ يعني تخيل شعب عمال يتلعب بدماغه 30 سنة، فيرجع بعد ال 30 سنة يرجع كما هو. لانها انا رايي انها، وده كان راي جلال عامر، انها جيناتنا كده.
يعني احنا مولدين بالجينات دي. عارفين مين عدونا، عارفين مين صديقنا، عارفين مين محيطنا اللي احنا نقوى بيه، اللي هو المحيط يعني كل الدول العربية دي محيطنا اللي احنا نقوى بيه وهم يقوا بينا. عارفين ان تقدم لنا لا يتأتى الا بتنظيم هذه العلاقة بين الدول العربية. عارفين ان عدونا اسرائيل وامريكا. خلاص يعني طالما احنا وصلنا بعد 30 سنة من التغييب والزن الاعلامي ومش عارف ايه وايه ومحاولة تغيير الثقافة الى ثقافة لا صهيونية شوية لا يعني تمام. حاجات كتير رجعنا مصريين عرب اقوياء لنا ارادة. استاذ محمد فليست انا عايز اقول ليست رهن باستعمار خارجي. ممكن الاستعمار الخارجي يبقى له ادواته في الداخل. ولم يعد الاستعمار بفهمه القديم هو احتلال ارض. ده صحيح. هو احتلال عقل وفكر، وده اللي كان بيشير له دايما جلال عام. ده صحيح. استاذ محمد حضرتك رئيس قسم كاريكاتير وبترسم كاريكاتير، ايه العامل المشترك اللي ما بينك وما بين الراحل جلال عامر؟ في انت كاريكاتير ده بيبقى برضو بيديني نكته بس بشكل كتابه كويس. واستاذ جلال عامر الله يرحمه برضو كان بيقول المشكله بس برضو بنوع من الفكاهه برضو. ايه الربط ما بين الاثنين دول؟ هقول لك الحقيقه، انا كنت غير جدا من جلال عامر لانه في كل كلمه بيكتبها كنت اموت على نفسي من الضحك. مقال او عمود طويل عريض في كل كلمه وفي كل سطر فيه كنت اموت على نفسي، وكان يلهمني بكاريكاتير لانه هو فنان. يعني شايف وبيكتب، شايف صوره بس بيكتبها. انا شايف صوره وبرسمها وبشكل مقتضب ومكثف جدا. فهو الفكره في الكاريكاتير ان يكون الكاريكاتير مكثف في الفكره بعدد كلمات قليل ان كان هناك كلمات، وممكن يبقى من غير كلمات. فهي حاجه من الاثنين، يا حضرتك تتقبلها جدا وتضحك عليها او تستغلسها جدا فما تضحكش عليها خالص. لكن كان جلال عامر بما لديه من قدره رائعه جدا في الكتابه كان بيقدر يعمل ده عبر كل حرف بيكتبه. فكان بيموت الناس، فكانت الغيره دي كانت موجوده. كنت انا بغير من جلال عامر انه عنده القدره انه في كل حرف بيكتبه بيضحك الناس. عايز اقول لك ان احد ميزات جلال عامر رجوعا لهذا الرجل العظيم، عايز اقول ان احد ميزاته انه ظل مصريا وظل صاحب نكته مصريه صرف. والراجل نفسه لم يقترب ناحيه النخبه اللي الناس كلها يعني متضايقه منها وتقول بيطلع. ما كانش يحب الظهور الاعلامي كتير. كان قاعد في اسكندريه. مش قاعد ولا له شله هنا في القاهره ولا الكلام ده كله. وبالتالي الراجل ظل بهذا النقاء وهذا الصفاء حتى توفاه الله. سؤال صغير جدا سريع جدا من خيال حضرتك كده، لو عملت النهارده كاريكاتير للراحل جلال عامر هتعمل كاريكاتير ايه؟ بصراحة. انا مش هعمل الحقيقه، انا عملته موجوده النهارده في جريده اليوم السابع. انا رسمت جلال عامر طالع بيقابل ربنا طالع السماء. حضرتك اوريدي الاعداد جابه اوريدي حطه على الشاشه كمان. اتفضل. وفي ايديه الشمال قلمه وهو فوق السحاب وبيقول ابداوا الان وانتقلوا من ظل الطوارئ الى شمس الحريه فقد عشنا 7000 سنه كفتره انتقاليه. دي كلمه للراحل جلال عامر وانا رسمه وهو يلقى ربه. استاذ محمد عبد اللطيف رئيس قسم الكاريكاتير باليوم السابع، شرفتنا يا فندم. والبقاء لله. وتشرفنا تاني ان شاء الله ونتناقش في عده مواضيع. انا سعيد جدا بيكم وبالبرنامج، وتحيه للروح الطاهره روح جلال عامر. شكرا يا فندم. فاصل وراجعين حالا.